هذا وأكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب حرص المجلس النيابي على تعزيز منهجية العمل الوطني والتعاون الفاعل والمثمر مع الحكومة الموقرة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الداعية إلى توحيد الجهود الرسمية من أجل صالح الوطني والمواطنين ومستقبل مملكة البحرين. جاء ذلك بمناسبة تشرف معاليها وأعضاء مجلس النواب بلقاء سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث سارعت زينل نحو الإشادة بجهود سموه في الارتقاء بمنهجية العمل الوطني المشترك ضمن استراتيجية وطنية جامعة تحاكي أوجه التكامل والتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالشكل الذي يكفل دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات وتطوير مخرجات المنظومة التشريعية العصرية ضمن مسار متسارع.